صباح الخير للناس الكل. عندي هذه 300 ساعات اللي بالبومب هاش بي تخدم، كي خدمها نسمع التقطيق والترشيق، ما معناها الموتور ماهوش مستقر جملة. كي خدمها نسمع طاف طاف وش عليه، فما بيلة فوسط الموتور هذه مسكرة. حسيلو جربنا، بدلنا الكابتار هذا، بدلنا الكابتار هذا، نظفنا التيربو، شفنا الانجكتارات نظفناهم، شيء باقي المشكلة هي بيدي، ما عرفناهاش شنية. وسبحان الله بالزهر عملت فيديو، بعثت السي مختار هذايا في تونس، بعثت له قلت له عندي 300 هذايا هاش جي 2 لتر، عنده خبرة كبيرة مصلي يعني بي عليه، وريته فيديو وبعثته له، قال لي جرب نظف الحساس الرومب اللي هو يركب لهنا بالضبط. شفتوا الكابتر الاحمر هذاك اللي هو الحساس الضغط الديزل اللي يركب على هذه، قال لي جرب نحيه ونظفه وعاود جرب شوف. حسيلو نظفناه وكل شيء وعاودنا جربنا، سبحان الله يا سبحان الله، المدار تقوش عليه ماهوش كان ما كانش كما يطقطق كما العادة، سبحان الله. الكرهبة دي مشيت قداش من ميكانيسا إيطالي طلين يحكيو بيهم طلين ومطلين، اللي يهزهولي يقولوا المدار هذا في بيلة مكسرة بدل المدار، اللي يهزهولي يقولوا بدل المدار. جاتني الفكرة قلت خلينا نبعث فيديو هذا اسم مختار في ماشي ما يعطيني الحل، وتبارك الله عليه ما شاء الله عليه ربي فضله، قال لي نظف الحساس ما قال ليش بدلو، قال لي نظفه وجرب الموتار. اني ها طوا باش اني نظفت الحساس صاوا وها باش نجرب نخدم وتسمع الموتار كيف هناك كيفاش كان كيفاش يدور دوريجين نتاعو. تفضلوا بسم الله. يخطف خطفت سمعكم الموتور، فر الموتور رجع يخدم يدور المراكب، لا بدلت الروم ولا بدلت شيء، جيس نظفت بالديبو هذيكي ومسكته وعاود حطيته وخدمته كره برجع بدلوها. الطاين الكل معناها حتى كيف قلت لهم قاعدين حاليا فاهم قاعد كيفاش معناها ما يجي كان حساس عمي جاب مصيب وزمر وجدا وشيء، هو جسم حساس هي طريق خبرة الموتار جاعد ورجل فرق الموتار يدور كلا عاد وكيش حتى مصر وكيش حتى مصر وبرك الله فيك سي مختار وربي يكبر بك عليك.